ليلة مظلمة اللي كانت بتتلاشى فيها كل الحدود بين العالمين. كانت ريما قاعدة في غرفتها الصغيرة، كان جنبها شمعة وحيدة تراكس اضواءها على الطاولة وبتلقي ظلال مرعبة على الجدران. كانت بتسمع اصوات غريبة خارج النافذة اللي في غرفتها، اصوات زي الهمسات اللي بتخوف. قررت ريما انها تستكشف مصدر الاصوات دي، لبست الجاكيت القديم بتاعها وخرجت في الليل المظلم. الشوارع كانت خالية والهواء كان بارد وبيتسلل لعظامها. راحت ناحية الغابة المجاورة لبيتها اللي كان بيقول عنها الناس انها موطن الارواح والكائنات الخارقة. الاشجار كانت بتتحرك ببطء شديد كأنهم بيحذروها ان هي ما تخشش جوه الغابة. الظلال الطويلة كانت بتمتد على الارض والقمر كان بدر وبيختفي ورا الغيوم. ريما شعرت بالخوف بيتسلل لقلبها بس هي استمرت في المشي. فجأة ظهر شكل غريب قدامها، عيونه كانت مضيئة بلون الأخضر وجسمه كان شفاف، كان زي الجن اللي مش زي أي حاجة شافتها قبل كده. قال لها بصوت هامس، أهلا، أنا الجن اللي بيراقبك دايما كل يوم. ريما ابتلعت ريقها بالعافية وسألته، أنت مين وعايز مني إيه؟ الجن ضحك بصوت مرعب وقال لها، أنا عايزك تكون جزء من العالم يا ريما، هعلمك أسرار مش هتلاقيها عند حد تاني، هتبقي ملكة للسلام. ريما رجعت خطوة لورا بس الجن قرب منها أكتر، عرفت إنها مش هتقدر تهرب، أصبحت جزء من القصة المرعبة، وعالم الجن أصبح جزء منها. من الوقت ده محدش شاف ريما تاني، اختفت في الظلام زي ما الشمعة اختفت على الطاولة اللي جنب سريرها. القصة دي تذكير إن في حاجات غامضة وخارقة ممكن تكون موجودة في عالمنا واحيانا مش هنقدر نفسرها بسهولة. لو وصلت لحد النقطة دي متنساش انك تحط لايك على الفيديو وتشترك في القناة. سلام.